بس انا بتكلم وانا بستعرض الجزائر والسنغال، لقيت الجزائر القايمه بتاعتها اللي هي 23 او 25 او 28 فيها لا يقل عن 12 لاعب بيلعبوا في الدوري او الدوريات العربيه، 12 لاعب، ودي اول مره تحصل اعتقد يعني. عكس المنتخب السنغالي انديتهم تخض المنتخب السنغالي يعني. كلهم استعرض كده منتخب السنغال يا كابتن احمد. ميندي في تشيلسي، والفريد غوميز في رين الفرنسي، وديانج اللي هو الحارس كوينز بارك رينجر انجليزي، طبعا دوري انجليزي، ده اللي هم في الشامبيونشيب، وكوليبالي طبعا في نابولي، وابراهام باي بولونيا بولونيا. الايطالي، وبونا سار بايرن ميونخ، وشيخو كوياتي كريستال بالاس طبعا، عبدو وعبدو ديالو ديالو باريس باريس سان سان جيرمان، جيرمان، عبد الله يسيك انتويرب البلجيكي، فودي بالو وتوريه بيلعب في في ميلان، ميلان، وساليو وسايلو نانسي الفرنسي، نانسي وبابي ابو سيسي ده في اولمبياكوس اولمبياكوس، اليوناني. الوسط بقى ودريس غانا ده باريس لعيب سان جيرمان. هايل دوت من البطوله اللي كانت موجوده في مصر هنا، كان من احسن لعيبه في المنتخب، كان بيلبس رقم 5 في باريس سان جيرمان، وبيلعب بشكل اساسي دلوقتي مع الفرقه مندي ليستر سيتي، ليستر سيتي طبعا، ماتار سار ده ميتس ميتس الفرنسي، الفرنسي، مصطفى نايم باريس باريس اف اف سي سي الفرنسي، الفرنسي. ده تقريبا دول في الممتاز به، مش او في الدرجه الثانيه بس من واضح ان هو يعني مقتنع بيه. مامادو بيلعب في الافيز الاسباني، اسبانيا، وبابا جاي مارسيليا. مارسيليا فرنسي، وجوزيف لوبي في سوشو الفرنسي. نروح للهجوم بقى، الهجوم دول نروح بقى للهجوم يا باشا، اتفضل. ساديو ماني ليفربول، بواليديا فياريال، اسماعيل اسار واتفورد، حبيب ديالو ستراسبورغ الفرنسي، بامبا ديانج مارسيليا، نهار اسود. كيتا بالدي، كالياري الإيطالي ده بيلعب في كالياري الإيطالي، مامي بابا تيام كايسر سبور التركي، فرقة برضو من الفرق اللي بتدفع فلوس كويسة، وفامار دي ديو ده انطاليا سبور التركي. التركي يعني ايه رايك في القائمة؟ حاجة بسم الله ما شاء الله يعني ترعب.